أهلا بكم من جديد، نواصل هذه التغطية المكثفة واللحظية لأحداث نهاية الفرز في انتخابات الإعادة، انتخابات رئاسة الجمهورية. والحقيقة أن الموضوع فيه لخبطة شديدة جدا، لكن يعني الحملتين، كل حملة حتى هذه اللحظة بتقول كلام مناقض للحملة الثانية. حملة دكتور مرسي أكدت منذ الرابعة فجر اليوم فوزها ب 51.5 او تقريبا 52%، وحمله الفريق شفيق ايضا في نفس الوقت عادت ظهر اليوم واكدت انها فائزه وانها تقدمت بطعون وانها فائزه ب 51.5%. هنرجع لنتائج الانتخابات مره ثانيه، لكن منذ قليل ومنذ ساعات قليله اصدر مشير طنطاوي قرارا بتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يضم رئيس الجمهوريه والقائد العام للقوات المسلحة والمخابرات والدفاع الجوي. نحاول نفهم تشكيل هذا المجلس، ايه اهميته في هذا الوقت، ليه دلوقتي، والخبر كان بيتكلم على اعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني. هو كان في مجلس دفاع وطني قبل كده، احاول ان استفسر من سيادة اللواء سامح سيف اليزل الخبير الامني ومدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية. سيادة اللواء مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور، مرحبا، اهلا بيك. يعني ما هو مجلس الدفاع الوطني بالضبط؟ يعني ايه هو هذا المجلس؟ مجلس الدفاع الوطني هو المجلس الذي شكل بقرار من المجلس العسكري تحقيقا لما جاء بالاعلان الدستوري القديم والخاص بضروره انشاء مجلس دفاع وطني. المجلس اليوم صدر قرار به عضويه 16 واحد رؤوس رئيس الجمهوريه واعضاء 15 اخرين منهم وزراء الداخليه والدفاع والخارجيه والماليه. وايضا رئيس اركان القوات المسلحه وقاده الافرع الرئيسيه، يعني قائد القوات الجويه، قائد القوات البحريه، قائد قوات الدفاع الجوي، رئيس هيئه الاركان، رئيس عمليات القوات المسلحه، رئيس المخابرات العامه، مدير المخابرات الحربيه، ايضا مساعد الوزير المختص، رئيس الدفاع المختص، وامين عام وزاره الدفاع اللي هو يبقى برضه امين عام لمجلس الدفاع الوطني. واعتقد تم تعيين او الافصاح عن اسم امين العام للمجلس، اعتقد هو مامون على ما اعتقد. اذكر الاسم، هل لدى حضرتك الاسم امين عام المجلس او امين عام مجلس الدفاع؟ لا، هو لسه الحقيقه انا مش عندي الاسم، لكن هو امين عام وزاره الدفاع الحالي. اللي هو عينه منذ قليل مجلس العسكري اللواء عبد المؤمن فوده. ايوه هو ده. لا، ده عبد المؤمن فوده عين رئيسا لديوان رئاسه الجمهوريه. عفوا يا فندم، يعني الخبر اللي عندنا ان في امين عام وزاره الدفاع جديد تم. اوكي. طيب ايه مهام المجلس ده يا سياده اللواء؟ المهام سياده اللواء ايوه أي فندم، عشان الخط قطع، ايه مهام هذا المجلس؟ المجلس يبحث في شؤون اي شان خاص بالامن القومي المصري، سواء كان سياسيا او اقتصاديا، لذلك وزير الماليه موجود، او كان امنيا او كان اجتماعيا، يعني اي شيء خاص بالامن الوطني المصري، الامن القومي المصري. لذلك ايضا هناك ماده في القانون بتقول، او ماده في قرار اصدار هذا المجلس تقول ان للمجلس الحق في استدعاء من يراه، سواء كان رئيس الوزراء او وزراء مختصين او اي خبير اخر. صحيح. او متخصص، ولكن ليس له حق التصويت في اتخاذ هذه القرارات. ايضا اعتقد في ماده في المجلس الا تكون اجتماعات المجلس صحيحه الا اذا حضرها الاغلبيه المطلقه لاعضاء المجلس، ويصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاعضائه الحاضرين. هذا صحيح. طب هل هناك مغزى من هذه الاغلبيه؟ يعني الاغلبيه، واذا تساوت الاصوات هناك صوت رئيس الجمهوريه سيكون هو الصوت المرجح لصوت الاغلبيه اذا تعادلت في الاصوات، وهذا ايضا منصوص عليه. الشيء الاخير ان كان في مجلس دفاع وطني غير معمول به، صدر به قانون سنه عام 77، صدر ايضا في هذا القانون قرار بحله او قرار بالغاء هذا المجلس. مصر لم يكن، يعني يمكن هذا القرار اللي هو سنة 77 ولم يعمل به، بس مصر عمر ما كان فيها مجلس. هل ده على شكلة مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة مثلا؟ هو مفترض أن يكون، يعني أن يكون كذلك يعني، ولكن لم يفعل نتيجة أن رؤساء الجمهوريات المختلفين كانوا يعني مش معترفين بهذا المجلس، أو كانوا لا يرغبون في تفعيله يعني، وبالتالي لم يتم تفعيل هذا المجلس على الإطلاق في أي وقت.
وهذا المجلس فاعل منذ صدور او منذ تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. نعم، هو اعتقد انه صدر القرار في الجريده الرسميه يوم 14 من هذا الشهر. أشكرك سيادة اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية. إذن مجلس للدفاع الوطني على غرار مجلس الأمن القومي اللي معمول به في عدد من الدول. الحقيقة ده كان مطلب من المطالب للقوى السياسية الكثيرة أن يكون هناك مجلس للأمن القومي في مصر، يعني يختص بكل القضايا الأمنية والسياسية التي تتعلق بالأمن القومي. دي قضية. أيضا في الساعات الأخيرة ومع تطور الأحداث صدر بيان من الحرية والعدالة يرفض فيه الحزب، أولا يعلن فيه مشاركته في مليونية الغد أو أي فعاليات لرفض الإعلان الدستوري، و أعلن الحزب رفضه للإعلان الدستوري المكمل، وقال أنه لم يعد من صلاحيات المجلس العسكري، خاصة وأنه على وشك تسليم السلطة بعد أقل من أسبوعين، وأن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يلتزم بكلمته ويوفي بعهده مع الشعب، وأن يسلم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب كما سلم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب المنتخب، حيث لا يوجد أي مبرر لاستحواذه على السلطة بعد أداء مهمته. وقال البيان أيضا أن على المجلس على القوات المسلحة أن يحترم الإرادة الشعبية ويحمي الإجراءات المتبقية لمنع أي تزوير لإرادة الناخبين وإعلان النتائج كما عبرت عنها الأصوات في الصناديق وأظهرتها نتائج الفرز ومحاضره، وأكد أنه سيشارك في كل الفعاليات ضد الانقلاب ما أسماه بالانقلاب الدستوري وحل البرلمان، ورفض حل البرلمان وقال أن مجلس الشعب قائم ومستمر ويمتلك سلطة التشريع والرقابة ويمكن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية دون إخلال ببقائه، وقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا لبيان الحرية والعدالة هو منعدم وباطل لأنه لا يملك سلطة حل المجلس. المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذة لميس. يعني تعليق حضرتك ايه على بيان الحرية والعدالة الذي يقول ان مجلس الشعب قائم ويمتلك سلطة التشريع والرقابة وان المجلس على القوات المسلحة لا يملك سلطة حل المجلس؟ يعني الحقيقة انا هتحرر من فكرة اني برد على الحرية والعدالة، لان هذا حزب سياسي يقول ما يشاء في اطار المنافسات السياسية، لكن انا هجرد الموضوع يا استاذه لميس عشان اقول كلام منضبط مرتبط بالدوله القانونيه، اما اننا في دوله او لا دوله. طالما اننا في دوله اسمها مصر، دوله راسخه في انها خاضعه للدستور والقانون، واننا لا نقبل لها ان تكون الصومال حيث تحكم من المنازل ومن البيوت ومن الاحزاب، لابد ان يكون الاحتكام بين السلطات هو لدوله القانون، والا هيكون هناك فعلا مخاطر الوصول بالبلد للفوضى. حق المجلس الاعلى للقوات المسلحه في اصدار اي اعلانات دستوريه يرتبط بكونه السلطه الفعليه القائمه في البلاد التي تدير شؤون البلاد لحين استكمال تسليم السلطه للسلطات المنتخبه. وبالتالي فحقه في اصدار اي اعلانات دستوريه حق مستقر وفقا للاعراف الدستوريه والتقاليد الدستوريه التي منحته الحق منذ اللحظة الأولى في إصدار عدة إعلانات دستورية، وهو يستطيع أن يستكملها حتى آخر يوم له حضورا في المشهد السياسي. في ذات الوقت لابد أن نفرق بين المشرع الدستوري وبين سلطة التشريع لدى البرلمان. حين يقوم البرلمان فلديه سلطة التشريع في إطار القوانين وليس في إطار الدساتير. البرلمانات لا تضع دساتيرا، وإنما تقوم بها السلطة الفعلية في المراحل الانتقالية كما حدث بالنسبة لنا في فترة ما بعد الثورة، أو السلطة المنوط بها إنشاء الدستور وفقا للمنهج الذي يضعه الدستور القائم في البلاد بداخله. هذا أولا. النقطة الثانية تتصل بعلاقة السلطات ببعضها البعض. أنا لا أريد أن يعني أضع أحكام المحكمة الدستورية العليا في مواجهة الأحزاب، لأن الأحزاب هي مجرد تعبيرات مدنية عن مجموعة من الأشخاص بيتجمعوا في حزب، لكن العلاقة هنا هي علاقة سلطات. السلطة التشريعية حين كانت قائمة كبرلمان
كان هناك طعن ترتب عليه أن المحكمة الدستورية وهي تمارس دورها في الرقابة الدستورية كما اعتادته في دولة القانون والمؤسسات أصدرت حكمها بما أخل بالأساس الدستوري لقيام البرلمان، وترتب عليه اعتباره منعدما منذ تاريخ إنشاؤه. وهذه هي السابقة الخامسة في حياة المحكمة الدستورية العليا التي تقضي فيها بهذا الحكم. وبالمناسبة الحالة التي قضت فيها المحكمة الدستورية العليا كررت فيها مبادئها السابقة، لم تجتهد بجديد. وهذا هو الشيء المحير، المحير، لأن هناك قانونيين وهناك قضاة وهناك يعني أسماء لا يجب أن تستدرج لمثل هذا يعني الاهتراء القانوني إذا جاز التعبير. يقال أنه حكم المحكمة الدستورية العليا غير ملزم، هو ملزم لسلطات الدولة وللكافة وفقا للنصوص الدستورية، وبالتالي يعني لابد أن نحرر الأمر في إطار علاقة المؤسسات من المنافسة والصراع السياسي. لكن رفض اعضاء البرلمان، رفض اعضاء مجلس الشعب، يعني النهارده كنا بنتكلم مع المستشار الخضيري رئيس اللجنه التشريعيه السابقه والنائب محمد العمده، والنائب العمده قال لك يعني الحقيقه اتهم الدستوريه باتهامات عنيفه وقال انها متواطئه مع المجلس العسكري. يعني عيب على اي انسان ان يغين مؤسسات دولتي، وانما هي يعني اراء فرديه تحمل على أصحابها حين تريد المؤسسات أن تقتص منهم، يمكن أن تحاكمهم على ما يصدر منهم. لكن برضو نحرر المسألة مرة تانية من الأفراد والأشخاص، لأن هناك أيضا نواب محترمين احترموا حكم الدستورية ورفضوا أن يجترئوا عليه وأعلنوا منذ اللحظة الأولى أنهم ملتزمون به. طب هذا الرفض المستمر يعني نوابا، يعني أنا مش عايز أقول نواب مجلس الشعب، في بعض النواب اللي هم شايفين انه هم ضد يعني هذا الحكم وبيعبروا عنهم الفرديه والشخصيه. طيب هنوصل بالتصعيد ده فين؟ المهم في الامر يا استاذه لميس ان سلطات الدوله يجب ان تتعامل مع بعضها البعض باعتبارها سلطات، ليس باعتبارها تعبير عن الاحزاب، لانه السلطه زي ما قلت الفعليه القائمه هي المجلس الاعلى للقوات المسلحه، هو الذي يدير شؤون البلاد، هو الذي دعا لانتخابات البرلمان، وهو الذي دعا لانتخابات الرئاسه، وهو الذي عدل في النصوص الدستورية، وهو الذي الآن يكمل المسار بأنه يضع إعلان دستوري مكمل. طب سؤالي بقى إلى أين يتجه؟ ليست محل يعني إيه نقاش، يعني مش هنقعد نقول هو بيديرها ليه؟ يعني لا أنا سؤالي دلوقتي التصعيد، يعني التصعيد يا سيادة المستشارة إلى أين نتجه، خاصة وأن غالبا الرئيس يأتي من الحرية والعدالة دكتور مرسي، ويعني الحملة حملته حتى قبل أن يظهر بالأمس الساعة 4 صباحا لإعلان فوزي قالت أنها ترفض حل مجلس الشعب وأنها ترفض الإعلان الدستوري، التصعيد هنا واخدنا لفين؟ يعني أولا برضو تأذني لي، هذه مواقف سياسية جزئية تتصل بأحزاب، لكن الذي سيعلن من هو الفائز في انتخابات الرئاسه هو اللجنه العليا للشرف عن الانتخابات الرئاسيه، هي وحدها التي يمكن ان يعتبر اعلانها اعلانا رسميا لاسم الفائز، وايا من كان فهو سيكون رئيس مصر وعلينا جميعا ان نحترم ما تنتجه الصناديق. لكن الامر فعلا يصل لمرحله لحافه الهويه وحافه الخطر حين تجترئ بعض الفصائل السياسيه على دوله القانون باسم الشرعيه الثوريه. الشرعية الثورية معناها أن يظل الثوار في الميادين يعبرون عن رأيهم تعبيرا حرا صادقا في التظاهر السلمي في الاعتصام السلمي إلى آخره، لكن حين يدخل أي فرد لدائرة المؤسسة اللي هي مؤسسة أنشئت بموجب الدستور فهو في إطار الشرعية الدستورية، لا يجوز له أن يتجاوزها وإلا أصبح فاقد الأهلية التي تمنحه الفرصة للاستمرار في موقعه. هذا ما أحذر منه الجميع، إذا كان هناك رئيس فالرئيس أتى في إطار شرعية دستورية، وحين يحكم سيحكم بشرعية دستورية، إذا كان يريد أن يظل سائرا فعليه أن يستمر في الميدان، إذا كان هناك وبالتالي حكاية حلف باعتباره برلماني فعليه احترام أنه يمارس دوره كبرلماني في إطار الشرعية الدستورية، وبالتالي حلف اليمين اللي في الميدان ده هيبقى خطير جدا. طيب وبالتالي حلف اليمين اللي في ميدان التحرير ده يعني هيبقى جزء من الخروج على دولة القانون وانقلاب على الشرعية القانونية والدستورية. يعني احنا لازم نحترم ان مصر دولة كبيرة، دولة راسخة، دولة لديها تاريخ دستوري عريق،
دولة لديها ثورات سابقة لم تنقلب على الدولة، وإنما احنا غيرنا من نظام ملكي لنظام جمهوري ونحن نحترم أسس الدولة، فما بالنا ونحن نبني الجمهورية الثالثة التي يجب أن تكون للأفضل وللتراكم التاريخي الأعظم، هل يمكن أن نتحول بها لمسار الفوضى المنظمة أو نجعل من مصر الصومال قرب بأي طيار ولا أي فصيل سياسي ولا أي سياسي ولا أي مناظم أن يكون هذا هو مسلكه، لأنه مثل هذه المخاطرات التي تحدث من حولنا هي المدخل للفوضى، الدول التي ذهبت في طريق الفوضى للسعود يا أستاذة لميس هو مصر أعز علينا من أن تصل. سؤالي الأخير وأرجو إجابة مختصرة، ما رأيك فيما قاله المستشار الغرياني اليوم في وهو يترأس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بأنه انتقد ما ورد بالإعلان الدستوري المكمل عن المجلس العسكري، مؤكدا أن المجلس العسكري وضع في يده سلطة التشريع وأعضاء التأسيسية لديهم شرعية مؤقتة، يعني هو انتقد مسار انتقد ما جاء في الإعلان الدستوري المكمل، يعني طبعا وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، يعني سيادة المستشار الغرياني قامة قضائية كبيرة وهو بموقعه كرئيس المجلس القضاء الأعلى مسؤول مسؤولية كاملة عن سيادة القانون واستمرار دولة القانون، وبالتالي فلابد من التأني في إبداء الرأي فيما يتصل بمدى صلاحيات المجلس الأعلى، لأن هذا مستقر في الفقه الدستوري وهذا أيضا مستقر في إطار إدارة شؤون البلاد. إذا كان هناك شكل من أشكال الاختلاف على بعض النصوص فهذا لا يعني أن يكون الأمر في إطار يعني رأي سياسي، لأنه هذا الرأي السياسي ربما يبقى مقبول من القوى السياسية، لكن من القضاء ورجال القانون لابد أن يكون الأمر في إطار الانضباط الكامل. أشكرك سيادة المستشارة تاني جبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية. معانا إيناس أنس من التحرير. إيناس مساء الخير. إيناس الاحتفالات في التحرير، مساء النور، احكي لي المشهد في التحرير. مساء الخير يا أستاذة لميس. مساء النور. تتوافد الأعداد لميدان بدأت تتوافد الأعداد إلى ميدان التحرير منذ الساعة السابعة مساء بكثرة على الميدان، هم طبعا كانوا بيحتفلوا من الصبح من الصباح الباكر لكن كانت الأعداد محدودة، أما الآن بعد انخفاض درجات الحرارة بدأت تتوافد الأعداد إلى الميدان احتفالا بفوز أولا بتقدم دكتور محمد مرسي في نتائج الشبه نهائي. طيب الخط بيقطع، نحاول بعد الفاصل أن نتصل بإيناس أنس مرة أخرى. إذن المشهد كما نرى، ممكن نخلي المشهد معنا كما نرى المشهد، احتفالات في ميدان التحرير من أنصار الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وكل من رشح الدكتور محمد مرسي بالأنباء التي أذاعتها الحرية والعدالة عن فوز أو تقدم الدكتور مرسي في انتخابات الرئاسة، وما عن فوز دكتور مرسي في الرابعة صباحا. مرة أخرى الإعلان الرسمي يكون من اللجنة العليا للانتخابات، لكن الناس فرحانة ويعني ده حقها إذا صدقت الأرقام وثبت سلامتها. نخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار، عندنا ضيوف هيحللونا المشهد ونشوف أيضا باقي الأخبار ونتكلم عن الأرقام والطعون واللجنة العليا للانتخابات بعد الفاصل.